ست رفيف، أنا باسم أحمد حسن، أداوم فرقة 17. نعم. جيش عراقي، خبير متفجرات. نعم. تاريخ 16/3/2018 نزلت جلسة الدورية. نعم. بالطريق أصابت داعش يسوون كمين للمنتسبين. نعم. وين كم شلون ضربوني 7 طلقات عبالهم متتوا وذبوني وراحوا. اجى الدورية مال حشد لقوني على قيد الحياة ما ميت. نعم. انقذوني ومن تاريخ 2018 لحد الان مستشفى المستشفى، رحت الخارج سويت عمليات 2. زين. لحد الان 16 عملية مسوي على حساب الخاص. 16 عملية على حسابك الخاص. اي والله استوفي، فلسه وصلت مرحلة تعبت بعد ما اقدر. زين، شنو نوع العمليات اللي دا تسويهن باسم؟ 6 عمليات ترقيع وزرع عظم. ايه. وتثبيت عظام وتثبيت مفصل وبيها نشحت عمليات وبيها ما نشحت، وهسه هاي ايدي. اي. نظام تصوير. زرعت العضلة وزرعت العظم وزرعت ما نجحت. ما نجحت. وصار عندي مضاعفات، صار عندي مضاعفات سكر. السكر اثر على رجلي، اثر على رجلي، صار عندي تقريبا يعني شبه شاشه بالعظم. نعم. يعني اي حركه اي شيء العظم مالتي انكسر. نعم. بس عظم مالتي تهشم قبل تقريبا شهر. سويت عمليه بمستشفى الاهلي على حساب الخاص، ناشد الثاني ما عاد ساعدني بالعمليه. نعم. هسه احتاج عمليه تبديل مفصل، هسه محتاج عمليه تبديل مفصل ثانيه لازم. هذا 2018. حتى الاجراءات ما تجي لحد الان ما كملت. زين. فناشد السيد رئيس اركان جيش المحترم ينضرب حالتي. نعم. ينضرب علاجي، ينضرب اجراءاتي. ايه باسم، تبديل مفصل، اي مفصل؟ مفصل ركبه، مفصل ورك، اي مفصل تبديل عندك؟ لا الورك. 6 مفصل الورك وعندي اعصاب. زين، هسه انت ما تقدر تتحرك نهائيا، يعني هاي حطتك من 2018؟ لا كنت اقدر يعني اوقف، اقدر يسووني على كادات. ايه؟ مثل واحد وياي يقدر يمشوني. ايه؟ بس المضاعفات مال المرض. نعم. اثرت على رجلي، قمت اي مكان اقعد اتحرك العظم ما تنكسر.